متابعين معكم بشرفتونا وانضمت لنا هلا بالوما ماضي وهي مصممة أزياء ورح نحكي أكثر عن مجموعتها وعن تصاميمها اللي بيجمعوا بين البساطة والجرأة. أهلا وسهلا فيك بالوما، شرفتينا. أهلا وسهلا فيك بالوما. أول شيء شو المميز بقطعك؟ خليني بلش منها. المميز بقطعي هن جريئين صراحة. يمكن مش كل السيدات بيتجرأوا إنه يلبسون من وراء الالوان التكستشرز اكسترا، بس هيدي هي الرساله اذا اكزاكتلي ذا ستيتمنت يلي بوصلها للسيده انه تتجرأ وتلبس اشياء وتطلع اوت اوف ذا بوكس. طب قد ايه انت عندك جرأه انك تعملي مجموعه كامله هالقد فيها جرأه وعارفه انه نوعا ما في شوي سيدات كليشيه يعني كلاسيك أكيد. بحبوا القطعه الكلاسيكيه، الالوان الكلاسيكيه، اسود، بني، بيج، اوف وايت، وات ايفر. سو قد ايه انت عندك هيدي الجرأه؟ صراحه ايه هيدي الجرأه عندي اياها، بس بحاجه انه يكون عندي اياها، لانه اذا ما كانت موجوده مين رح يلبس هالسيدات هالاشياء تو provoke them to لا I have to find something else. بعدين هي عندها نيش ماركت يعني صح كمان as a Lebanese designer it's a different غير ماركت يعني بس هون بلعب دوري انا كمصممة ازياء انه ادفش هالسيده واعطيها الجرأه انه لا you can do it and you can يعني have a new style لحالك. أصلاً لبستي أنا وياك لبستي حلوة. Thank you. Very nice. Very nice. أصلاً رح نشوف نحن كمان مجموعة صور لتصاميمك ونعلق عليها توني بليز. Yes. عم نحكي المخرج. بلشنا. Yeah. Yes. This is the cape. هلا بموسم الأعياد Christmas New Year's. كمان عنا البايات يلي بيلعب دور كتير حلو. عم نحكي هون كيب جاي هاند ميد سيكوين كمان مشغول بينلبس على أي مناسبة احتفالية بينحط على حيلا قطعة سيمبل هو بيكون ستيتمنت بيس صحيح يعني most of my pieces statement pieces هن mainly والصورة أبيض وأسود كمان لتعطيها statement أكثر وأكثر هو لونه أسود و أسود هو بايات بريان يعني مثل قطعة هون كمان بايات أسود بس بغير غير نوع بايات أكيد هون كيمونو كمان على مناسبة راس السنة بينلبس actually as an outfit يلي هو كأنه dress itself أو بينلبس كفستان تحته وبينحط مثل هوب مونتو كثير حلو على كيمونو قصة الكيمونو كمان هي أنت اللي عم تعرضي؟ لا هيدي ماي بارتنر اكشلي يور بارتنر which is the statement of بالمايا ذا براند بس نفس الستيل انت وياه بتشبهوا بعضكم كثير ماي بارتنر اند ماي سيستر اكشلي سو اختي اوكي بتشبهوا بعض متابعين بالصور هون عندنا الاخضر انا منقية الوان وتكستشر كثير خاصه للاعياد هلا الاخضر مع الجولد كمان بيعطي يعني هيك رونق بيعطي مثل برايتنس يمكن للسيده هون كمان عندنا الميك اب بيلعب دور مهم باللوك الاكسسوارز هو كثير سمبل الدريس كثير يعني اتس نورمال فيت جاي السيلويت نورمال بينلبس على اي بودي تايب لان كمان بتحسي اوفر سايز اكزاكتلي سو اذا كانت السيده بتحب انه تلبس شيء اوفر سايز بيطلع حلو كمان واذا بدها تعمله سانتري بينحط اكيد سانتور بذات الوقت بس بالوما بتوافقيني بالراي انه اوقات الاوفر سايز بنصح شوي at some point it can بس انه بيقدر ينصح بس انه بده ينعرف كيف ينلبس يعني ان كان بالاكسسوار بالسانتور بينحط له زنار بطريقه معينه بيكسر شوي يعني مهم يمكن ما يحدد المعالم اذا فينا نقول الجسم سو وقتها يحدد بطريقه معينه يحدد هالمعالم يمكن نحن اللي عم نجرب نخبيها هون يمكن معقول ينصح اكيد يعني بنكمل بالصور كمان لنعلق عليهم اوكي اوكي هون حابه احكي كونه نحن بال عنا بلبنان اكيد هلا السيزن شتوي عنا كمان بدول عربيه شتي بس طقس صيفي صحيح سو دائما
عندي بالكولكشنز تبعولتي الكفتان العبايات اللي بتنلبس بهيدا السيزن يلي هو الصيف تبع دول عربية بهالموسم ديسمبر يعني in December let's say March May so كمان هون عم نشوف العباية على dress مشغول بتشارلستون هون مش مبين الديتيل كتير بس في عليها مثل بايات صغير مشغولة على الحبل يعني كله هاند ميد الشغل هون الايتم كمان بتنلبس بطريقه فيستيف باي مناسبه يعني ان كانت بالدول العربيه لانه عبايات يعني كمان بدهم اشياء صيفيه اكثر انتم عم بتصنعوا هون يس اتس لبنانيز ديزاين والقماشات من وين عم بتجيبيها؟ القماشات اكيد يعني عندك من ايطالي عندك من يو اس اي جبت وثقة يعني حلوة وقتها عندنا شح بالقماش هون بلبنان يعني لمصممين الأزياء يس وصراحة تجارنا يعني بحب وجه يعني تجارنا ما وقفوا ضل على طول في عنا وي امبورت من برا عنا كل البرودكتس كل الماتيريالز اللي بنستعملها نحن اللي بنعوزها بالشغل موجودين كل شيء افيلبل ببلدنا يعني وعم نعمل هالبرودكشن 100% Lebanese made. قد ايه صار لك بالسوق؟ صار لي انا تخرجت من 2014 يعني ودغري بلشت يعني وماشي هلا رح نفوت بال 24 يعني في قول 10 سنين تقريبا شفتي بين مزح والجد بيقطع الوقت وماشي الحال اكيد يس الحمد لله يعني لك وير اولويز هيك عم نضلنا وير بوشينج مثل ما بيقولوا ما رح نستسلم يعني في السيده اللبنانيه دائما انيقه مثل ما بنعرف سو معروف هذا الشيء عنا فهيدي الواجهه واجهه الموضه واجهه الثقافه الجمال يعني كل هول الاشياء هيدا هو طابع للبنان تبعنا على كل السيده اللبنانيه هي صدرت الموضه للعالم والوطن مزبوط. العربي وللعالم كمان خلينا نقول باناقتها وبمظهرها وبلبسها بدك نتابع بالصور نشوف لانه عندك جام كثير كبيره حرام ما نستفيد في ديفرنت ستايلز يعني القطع مختلفين عن بعضهم كلهم جايين كانه مثل من ديفرنت كولكشنز هون مثل ما عم نشوف مثل ما كنت عم بحكي عن الصيفيه هلا الموجوده بالدول العربيه الطقس المدري اذا فينا نقول الوطن العربي هون عندنا مخميشن هيدا لا وايلد سيلك هذا حرير حرير بس مش الناعم اللي بيقولوا له شوي سوفاج شوي سميك بيجي وبذات الوقت بيهدل وبيجي بقلبه مثل خيطان ببينه لبرا من القماش هو مشغول بهالطريقه فهون هذا الحرير مع التشارلستون هذا فينيشن بوهيميان ستايل يلي حبيت كمان يكون يعني ترندي بهالسيزن يلي كمان حتى اللون يعني الالوان كمان يمكن بنروح نحن دغري على الريد اوقات على نوال بحب هون انه في كثير هو كثير حلو اتس نايس بس اذا بدنا نغير او نطلع شوي من هالتراديشن اذا بدك في اكيد الوان مثل البيربل مثل البينك الفوشيا كثير حلو كمان بالفستيف سيزن حتى يعني بالطقس شتوي ان كان بكوتس او ملابس يعني الاوتفيت وشغله كثير مهمه كنت محضره بدي احكي عنها وطلعت انت يعني كريم لابسه ذا وايت ذا فول لوك اوف توتال وايت لوك هو احلى شيء في ينلبس بالشتاء انا كمان بالحديث عن الابيض هذا هون هيك كفتان حبيت انه كمان ادخل انه هلا السيزن لانه كمان بينلبس بالدول اللي بينلبس فيها هالكفتانات انا فورمي وايت هو اللون الحياة يعني بالنسبة لي وبيزيد بالشتاء أنا بحبه كتير بالشتاء في ناس تستغرب إنه كيف ما في ناس بتلبس أبيض بالشتاء أنا بحب يعني حتى الكوت تبعي بيكون وايت كل شيء وايت I love white it's a statement piece هيدي بحد ذاتها يعني شو ما كانت التكستشر شو ما كان القماش كوت بالشتاء وبالصيفية أكيد منروح على اللينن منروح على الحرير أوف كورس هدول قماشات صيفية بس مثل ما عم تقولي أنا يعني بوافق على هذا الشيء بحب إنه يعني السيدة تطلع من هال في قماش بتفضليها عن قماشات أخرى
بالوما يعني فهمت يعني. انت مثلا شيء انت بتحبي تشتغلي فيه اكثر من يمكن بياخذ وبيعطي قصدك يعني اكثر كل القماشات في كل قماشه لها جمالها بالشغل وحسب الموديل بس بحب قماشه معينه اللي هي الحرير انا مع انه الحرير منه هين ابدا من اصعب القماشات يلي بينشغل فيها لما تنقص ولما تتخيط على طول لانه بتتحرك كثير ناعمه وهدله ما فيها يعني البوليستر يمكن يوجولي ببعض المحلات ممكن يساعد على الشغل بس الحرير ابدا كثير واخر موضه الحرير لهالسنه حتى على راس السنه هلا اكيد يومين اكيد الفساتين الحرير الهدله اللونج الشورت يعني بتحسيها كثير تريندينج هلا يس اتس فيري تريند يعني القماشات مثل ما بنشوف يعني حتى بالشتاء لو شتويه العالم بس تظهر بتلبس الاوتفيت بتلبس كوت فوقها لو صحيح. كان شوي هيك مدفي صيفي او بروتيل اكيد يعني ما فين دائما ينلبس كنتر بتعرفي انا مثلا من الاشياء اللي كنت مثلا من زمان عم بحكيكي لما رحت على لندن كنت انصدم انه عم يلبسوا تياب صيفيه يس بالشتاء وبالسقعه ما كان هذا الكونسبت فيت براسنا نحن بعد نحن كان عندنا الشتاء لازم نلبس قماشات صيف هلا هلا صار لا صرت بتتركي تيشرتات الصيف بخزانتك بالشتاء الاي كات شيرت بتتركيها البيسكس كلهم بتتركيهم عم تلبسي فوقهم جاكيتات وهيدا يعني حتى الصندالات المفتوحين في نساء ما بتلبس ابدا صندال مفتوح بالشتاء مع انه هو بينلبس بعنف الصندال المفتوح هلا عم بحطوا سوكس مع السليبرز اذا كانت هيك فيها ديزاين معين فيها فرو يمكن بس تكون مفتوحه كمان هيدي انا بدي اسالك بما انه جبنا سيره القماشات في كمان كثير قماشات حلوه برنتد او قماشات ساده يس بلا شك بلا شيء بس تاخذ العقل يعني مزبوط. اذا بربطيها برم هيك لحالها بتطلع لحالها بالهند في كثير هيك في عم تشتغلي كمان انه تجيبي من برا هالقماشات الحلوه كثير او استعملتيها يس ليكي حتى عنا هون موجودين موجودين القماشات يعني نحن وقتها في ذير امبورتينج هن من ايطالي من سبين من فرانس انا جبت شخصيا من امريكا من سايبرس يعني في بكل البلدان ممكن تلاقي هالقماشات وموجوده بلبنان كلها عنا يعني أوكي. اكيد بينشغل فيها يعني مش ضروري دائما مثل ما تقولي الشك والاشياء الاوريدي مشغوله بتكون كومبليتلي سمبل وهي بتطلع الحركه بالاوتفيت حسب صح. الديزاين يلي بيعطيها حركه صح. حلوه بدي احكي عن القصات القصات هي كمان كل شيء يمكن للفستان او للاوتفيت قد ايه بتهتمي بهذا الموضوع وشو اكثر شيء انت مياله له بالقصات القصات اكيد بدها تجي حسب يعني بدها تنشغل حسب البودي تايب تبع الزبونه يعني حسب السيلوات تبعه لها شو بيلبق لها مزبوط انه نحن بنلبس على الموضه وبنحب دائما نتابع شو الليتست ترندز والايتم ومنغار اذا إيه شفنا شيء على وحده حلو انه بدي مثله بس اوقات ما بيزبط علي في اواي يعني انا دائما بقول انه تما تو نوت ديسكورج يعني الكلاينت والسيده انه في طريقه لو هيدا مثلا الايتم ما بيزبط يمكن على البودي شيب تبعها بس في طريقه فينا نظبطها بغير انا ديفرنت واي يعني نتحيل بغير تورنير مزبوط بنتحيل على القطعه بنتحيل على القماشه على القصه هون القصات بيلعبوا دورهم انه حسب الجسم بتعطيك هال بتغير كومبليتلي يعني فيها تغير البودي شيب كومبليتلي بتخبي من مطرح تبرزي المحلات الثانيه اللي بدك تبرزيهم بالجسم سو اتس يعني انت بتلعبي بالقماش مثل ما بدك بدنا نقله لتوني مرق لنا صور كمان لو سمحت اذا بعت شي صور اوكي واو يس هون ذس از اميزنج حابه احكي عن هيدا الاوتفيت اللي هو كيمونو على كيمونو توب بزيت على دريس حتى هو بينلبس بس أنا معي جيته هون شوي بالصورة هيدا تصور على ديوالي ديوالي اللي هو فستيفال أوف لايت بالهند مثل ما عم تقولي فيها الانسبيريشن اللي عندي والوايلد سيلك اللي شفناه قبل بالصورة هو كمان it's very popular fabric بالهند فهون ديوالي فستيفال أوف لايت كيف نحن منعيد هون كريسمس كمان بالهند عندهم هيدا العيد اللي هو بيعيدوا كل شيء يعني للسلام وللألوان الفرحة بهالحياة يعني for peace and positivity أكيد فهون حبيت أنه خصص هيدا اللوك وهيدا الأوتفيت كان لهيدا العيد
اكيد كمان لماي كلاينتس. هلا هيدي صوره لارج له للاوتفيت ريلي نايس. لا هيدي قطعه ثانيه كمان هون اخضر بتشبهها شوي من حركه الكمام. هون عندنا الكورسيه يمكن مش كثير مبين هون كلير، بس في الكورساج مشغول على البطن، اتس بيلت كورسيه سو مش اكيد مش فل على الصدر، اتس بيلت كورسيه يلي عامل هالفت لوك على الخصر كمان مثل ما نشوف. يعني اذا ما بدها السيده تلبس هالكيمونو الواسع العاطي فوليوم، هون ضبينا الاوتفيت. هيدا بايات صح؟ مظبوط بايات. يس كثير بتشتغلي على البايات، كثير عندك حب للبايات. صراحه رجع كثير دارج بايات شيمرز، الجليتر فابريك، كل شيء فيه هيك حركه. وكمان اكيد يعني على طول في حصه للقماشات الثانيه، بس خاصة هلا بالمناسبات يعني بتحسي انه بدك ايتم عن جد هيك ستيتمنت بيس مثل ما كنا عم نقول. موف هون هيك الكتريك بلو اي ثينك اكزاكتلي. هون هيك الكتريك جيتان مع الـ هيك ميك اب ايدياز، يعني كمان للفستيف سيزون حبينا نحكي عنه انه اتس نايس تو جو برايت، انه يكون هيك. في سيدات بحبوا يلبسوا كثير الاشياء الجريئه بس يمكن ما بيسترجوا مثل ما كنا عم نحكي. سو دائما انا كثير عندي كلاينتس يعني دي تيل مي انه بالوما هلا انت خليتينا نلبس شيء انا ما بلبس هيك يعني. فبدي انه ماشي بهيدي اذا بدك الخط انه السيده تقدر يكون عندها الجرأة وتلاقي هالجرأة هيدا حلو الطريقه. يس هون ريد كمان عندنا ريد اند سيلفر. عم بقول لك يعني الاوتفيت في يكون سمبل من تحت ومن فوق هي الايتم تكون القطعه، وفيها تكون كمان العكس يعني هي ذا مين ايتم بالاوتفيت. هي نفس الاوتفيت اللي شفناها قبل شوي بس هيدي ابيض واسود تابعين معك. هون عندنا المتل اللي هو كمان مختلف عن ال القماشات الحديد، كثير عم نشوف تريندينج فابريك بالصيف وبالشتاء عم بيرجع كمان مثلا مع ليذر بانتس سكيرت اني ثينج يعني حتى مع كمان مع جينز. هون عم تعملي كونتراست يعني الكونتراست بين القطعه انه سبور شيك مش ضروري مش كلها ايه اذا حطيتيها مع جينز يعني محترم اكيد بيطلع وسندال. يس هون الميكس اند ماتش بالاوتفيت يعني هون بيرجع الذوق للسيده كمان يعني قد ايه بتعرف تعمل ميكس اند ماتش. بتعرفي في سيدات ما بيعرفوا يعني they need help. اكيد 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 دائما في يعني لازم حدا يقول لها السيده انه هيك مثلا او مش هيك. يعني في يمكن هي بتحب تايب معين او ستايل معين بس مش كثير ظابط يعني في ات سام بوينت حدا انه فيها توقع بالاوفر. ايه كمان اكيد يعني في كثير سيدات بيشوفوا شو دارج وبيوقعوا صح. بالاوفر هيدا الغلط هيدا الشيء وبيأوفروا وبيصيروا كلهم مدري كيف مثل اللمبه اللي ماشيه على الطريق مزبوط. وما بيلبق لون ومش ظابطه اللوك هي تاتش صغيره بتغير. احنا هون بالصور اللي شفناه هون اتس ا فوتوشوت عم نعمل عرض ارتستيك يعني طبعا الارتستيك شو الفوتوشوت عم نفرجي البراند عم نفرجي الايتمز شوي اكزاجريتد بس يعني تتنقى قطعه من هاللوك او شغله من هاللوك هيك بولد ونلبقها مثلا لسيده للوك معين. بالوما شفناك بالبريتا بورتي يعني تقريبا هو اللي كلهم بريتا بورتي. اي متى ممكن تتوجهي للهوت كوتور لفساتين الاعراس للقصصك الجرانديوز؟ تتخيلي عروسه بالوما كيف بتكون؟ يس مجنونه على الاخر بتكون. ليكي هلا انا عم بشتغل اكيد سور كوموند للكلاينتس على الطلب الاعراس. بتشتغلي هوت كوتور؟ ايه يعني القطع اذا بدك مثل ما عم بتقولي الاوت كوتور الون بيس. ففي اكيد كولكشن لازم تنزل الله راد بس ايه اتس مور الاشياء هيك البريت ا بورتي بس اللي فيهم كمان كوتور سبيريت اذا بدك. ذاتس واي فايتي اكثر بهيدا العالم هلا هو الكوتور بخياطته بالنظافه تبعه بالفينيساج تبعه هيدا اهم شيء عندي الفينيشينج القماشات الكواليتي. حتى انا البطانه مهمه عندي تكون يعني بطانه مرتبه مش أكيد. يعني مش
sometimes I even use يعني بستعمل الساتان. الساتان السميك يلي هو رزمير اللي هو عادة بخيطه في فستان ما بتحطي لبطانة، بس في details أوقات بضطر إني أحط بطانة تقيلة أكيد لأنه بدها تبين الأيتم يعني ready to wear في ميزاته يعني عم بينشغل بطريقة كوتور يعني okay. أكيد بعد شي صور توني ولا سافا؟ في خلينا نشوف بعد هون عم نشوف الدريس كمان هون مات لوك it's a shimmer look textile مات completely هون إذا لاحظت البطانة مبينة من وراء نتفة البيربل الشوز رائعة مع الشوز هيدي القماشة مثلا هون البطانة مبينة لبرا أوموجين مع القماشة البرانية يعني ملبق يعني إذا بينت مش إنه لا ما لازم تبين بالعكس مقصودة تتبين البطانة من أوكي. جوا هيدي القماشة كتير دارجة هلأ لراس السنة يعني مزبوط. شفتها متلية بساتين متلية الدنيا بالسوق قد ما بدك بس مشكلتها ما بتلبق لمين ما كان يعني كمان هون عم نرجع أكيد أكيد يا بتنصح يا بتبين الدفويات يعني بدون ينتبهوا شوي الصبايا صح صح متابعين معك هون عنا الهولوغرافيك الشانجان التكستشر السميكة هي هو بايات هيدا بس بايات كبير يعني صفة هون جايين شقف أبليك إذا بديك بالقماش وهولوغرافيك مثل شوي ديسكو ستايل كمان الكولرز هون معمول على بيربل بيربل وبلاك مينلي كورسي هون الريش مع الكورسي الريش يلي كثير عم نشوفه دارج وكثير وشو ما بحبه انا عن جد بنصح وبحسهم كثير مريشين ما هو ديتيل اوقات ديتيل وحده ممكن يعني مثلا اكسسوار على اكسسوار على قصدي هذا الفستان الريش من فوق لتحت بده بودي تايب معين بده بتدعي يعني كل شغله بترجع عليها انه بده مش شو ما دارج بنلبس دائما بدنا نرجع انه هل شيء اللي بقلي هل انا طالعه حلوه يعني بتعرفي شو قصدي جانا انا اي ثينك ما بعرف انه في اوقات مثلا بتدروا الشغله بيصيروا يستعملوا فيري باد كواليتي اوف كورس يس فيري باد كواليتي خاصه الكوميرشال الكوميرشال كثير كوميرشال مثل ما قالت قبل شوي ما بتعود يعني بتصيري خلص ريبولت يو كانت سي ما بقى بدك تشوفيها لانه بس طبعا في قطع بتاخذ العقل وريش مثل هالقطعه مثلا الريش بتاخذ العقل هيك هون الايتم ريش ابيض يعني بخبي الاوتفيت يعني انا هون وقت اتصور هذا الاوتفيت مخبى الاوتفيت كله انا عاطي هو يعني اول ما تطلع مش رح تقشع يمكن السيلفر مثل بالصوره اللي قبل قد ما قشعت الريش سو وهيك فيري فلوي فيري يعني السيزن هلا كمان صحيح هذا خرج فنانه تلبسه هلا عن جد صراحه ايه اتس فيري ارتستيك اتس فيري يعني هيك ابيلينج انه ما شفت مايا دياب فيها هيدا مثلا هون هون عندنا الباليرينا ستايل كمان التوتو قصات السكيرت هون كمان عم نحكي تول كوتور في فرق بالانواع التكستايل التول هون مع بودي محطوط وديتيل بيلت يعني اتس ا توتال لوك اوف بلاك وهون ليك الاكسسوارز مثلا على الشعر الحمرة انه هول الاشياء هيك سمبل عاطين حركه باللوك alright شفتي هالجاكيت اللي بستيها اعملي منها على ابيض اوكي وتحتها فستان ماشي ساتان او حرير ماشي yes. هيك بروتيل لهون وتنلبس فوقه وبتسميه كارين وبتبعتي كارين لالبسه انا ما قلت حصه طلعت برا اثنيناتكم بالعكس كل وحده بالستايل يلي يعني هيك اللي بيلبق عرفتوا شو قصدي مثلا مع واحد ماشي ساتان ماشي very simple بس الاوتفيت هو يعني الكومبينيشن بين الجاكيت وبين الفلوي دريس مع بوتس هون بالوما اول شيء بدنا نقول لك ستايلك كثير حلو مجموعتك كثير حلوه الف مبروك مجددا وانت تيابك كثير حلوين ومثل ما ذكرت كارين البليزر من اول ما قعدتي شو قلنا اثنيناتنا قلت لك اتس اوت ستاندينج البليزر كيف عملتي لها ميكس اند ماتش ثانك يو على وجودك معنا وينعاد عليك ينعاد عليك اهلا وسهلا فيك ينعاد عليك بالوما وسلامتنا لاختك جود لك ونحن بنشوف حالنا باللبنانيز ديزاينرز على فكره اهلا وسهلا فيك للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية